أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام الأسد بارتكاب جرائم فظيعة ضد الإنسانية، وتعهد بمنعه من شن مزيد من الهجمات الكيميائية. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إدارته لن تترك الأسد دون عقاب كما فعل أوباما من قبل. قال مصدر أمني عراقي إن أفراد داعش المحاصرين في قضاء تل عفر عدد من مقرهم الرئيسية في مركز القضاء. وأضاف المصدر أن إخلاء المقر جاء بعد استهداف وتدمير عدد منها بالقصف الجوي الدقيق والمكثف على مدى الأيام الماضية. أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية تفرض طوقا محكما على قاعدة خالد العسكرية في جنوب تعز، وقصفت طائرات قوات التحالف العربي القاعدة العسكرية، ما تسبب بقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيات وتدمير أسلحة. وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية رغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع. ومع استمرار التصويت أيد أعضاء المجلس بأغلبية 388 صوتاً مقابل 2 بفضل تأييد قوي من الجمهوريين وكذلك من الديمقراطيين. رصد الجيش الأمريكي مؤشرات توحي باستعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة صاروخية جديدة قد تكون لصاروخ باليستي عابر للقارات. وقال مسؤول عسكري إنه في حال جرت التجربة فمن المرجح أن تكون في 27 من شهر تموز يوليو الحالي الذي يصادف تاريخ توقيع الهدنة بين الكوريتين. لقي 16 شخصاً حتفهم جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في الهند التي أخذت تهطل على مناطق غرب البلاد مؤخراً، وتم إجلاء أكثر من 24 ألف قروي من منازلهم ونقلهم إلى أماكن مرتفعة للحفاظ على أرواحهم، فيما تمكن رجال الإغاثة من إنقاذ مئات الأشخاص من مياه الفيضانات الغزيرة في 6 مناطق في ولاية جوجرات. أقام ملتقى دولي في الدنمارك جمعا لقرابة 150 شخصا من رجال بابا نويل على بعد أشهر من حلول السنة الجديدة على غير العادة المألوفة بظهوره خلال أعياد الميلاد وسط الثلوج. الموجز إلى اللقاء.